ونحاول قاعده باقصى جهدي باش ندخل نكون رائده فضاء ان شاء الله، اللي هو حلمي الاساسي ملي انا صغير. وفي نفس الوقت ماني كان غرامي هو قيادة الطائرات، ما فماش حاجة ولا ما فماش حلم كبير من غير تحديات. هذيك هي هذيك سنة الحياة، وبالعكس ما احلاهم التحديات مع كل خطوة تعمل. التحديات نشوفهم حافز ليا، معناها حاجة من غير تحديات تظهر لي سهلة برشا. أنا نصيحتي معناها لأي امرأة عربية تحلم بكبير، you dream big. في ألمانيا. بدايتي كانت انطلاقتي من ليسي بيلوت، معهد نموذجي في صفاقس. بعد البكالوريا تحصلت على بورس، على منحة وجامعية، خرجت لألمانيا درست هندسة الفضاء في شتوتغارت في ألمانيا، وما غادي تنقلت لفرنسا لتولوز in the frame of an exchange program. وقريت غادي كملت وصلت هندسة الفضاء. وفي نفس الوقت ماني كان غرامي هو قيادة الطائرات، بديت بالطائرات اللي ما غير محركات، خاطر وقتها ما زلت معناها طالبة جامعية وما كانش عندي الماديات اللي تخليني نكمل نواصل الرحلة متاعي كطيار. وبعد ما تحصلت على دبلوم مهندسة في هندسة الفضاء، خدمت مع إيرباص ديفنس أند سبيس 10 سنوات كمهندسة، ووصلت طيران فقط كهواية، لين صار الوقت اللي قررت صحيح بعد 10 سنوات عمل كمهندسة قلت لازم أني نعمل الخطوة هذه ونحقق حلمي اللي هو أن يصير قائدة الطائرة. وهذاك اللي صار الحمد لله. وكيف أنا عملت معناها الفورماسيون وكل شيء، ما كانش في مخي أصلاً أنه معناها مش نصير أول امرأة عربية تقود الطائرة في ألمانيا. كنت نعرف صحيح اللي النسبة كانت فقط 4-5% من كل طيارين هما نساء، لكن عمري ما كنت أتخيل أنه هذاك اللي بيش يصير. ومن وقتها بدأت رحلة الانترفيوات والتكريمات، قاع تكريمي من برشا جمعيات هنا في ألمانيا، من مدارس التعليم باللغة العربية للجمعيات النسائية. وهذيك هي كيفاش كانت الرحلة. أوزر لي هو ما فماش حاجة ولا ما فماش حلم كبير من غير تحديات. هذيك سنة الحياة، وبالعكس ما احلاهم التحديات مع كل خطوة تعملها. بيان سور كي تبدا مرأة ديما فما تحديات أكثر، خاطر باش تفرض روحك خاصة في ميدان رجالي كيما قيادة الطائرات، باش تفرض روحك كامرأة، باش تفرض روحك كامرأة وعربية ومسلمة تونسية. معناها هذه الكل بطبيعة ما هوش حاجة سهلة، لكن هي تشوفها، لازمك تشوفها تحديات. وأنا واحدة من الناس التحديات نشوفهم حافز ليا، معناها حاجه من غير تحديات تظهر لي سهله برشا. دونك من الاحسن انه انا نصيحتي معناها لاي امراه عربيه تحلم بكبير، يو دريم بيج، ما تخممش اصلا انك في التحديات، بالعكس واصل، طيح، قوم، مثالش. اهم حاجه انك تحط حلمك بين عينيك. وفما برشا نساء وصلوا، ما يلزمكش تحط في بالك الا الهدف نتاعك وتخدم عليه، وربي يوفق الناس كل. انا عندي برشا احلام، مش نبدا
انا مدي الحلم الاول ماذا بيا زدت انا سوق ال 737-800 والماكس اللي هم البوينغ. نحلم اني سوق طائرات مع اكبر. الخطوه الجايه ان شاء الله الكابتن معناها مش نواصل الدراسه متاعي ونتمنى وان شاء الله ربي يوفقني ونحاول قاعده باقصى جهدي باش ندخل نكون رائدة فضاء إن شاء الله، اللي هو حلمي الأساسي من أنا صغير. بمناسبة عيد المرأة التونسية نتوجه لكل نساء العربيات نهنيهم ونقول لهم نقول لها راك مرأة قادرة، راك عندك كل اللي لازم باش تحقق أحلامك الكل، فقط خمم واحلم بالكبير وثيق في نفسك، ثيق في ربي، اخدم على روحك وقدرة ربي ما فما كان خير. Thank you.